انتشرت صورة قديمة للراحل الشحرورة صباح على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله لمصر ببدايتها الفنية، وانكتب على الصورة اللي انتشرت بالصحف المصرية وصول المطربة الجديدة لأفلام آسيا، وبيقصده المنتجة آسيا داغر اللي اكتشفت صباح. ووقتها ما انذكر اسم صباح لأنه المنتجة ما كانت بعد اختارت اسم إلها واكتفوا بنشر صورتها. نفت معلومات خاصة بموقع الفن خبر إصابة الفنانة السورية ميادة الحناوي بمرض الزهايمر، وهي بصحة منيحة وعم تتبع المعايير الصحية لتحمي حالها من فيروس كورونا. وكانت انتشرت إشاعات كمان إنها توفت، ومنهم قال انصابت بفيروس كورونا. نفت مصادر لموقع الفن خبر إصابة الممثل المصري عادل إمام بفيروس كورونا، والحقيقة هي أنه منصاب بمرض ضيق التنفس بسبب التدخين بالسنوات الماضية، وأي مجهود ممكن يسبب له الإرهاق. وبأكثر الأوقات بيستخدم عادل إمام جهاز التنفس الاصطناعي ليرتفع مستوى الأكسجين عنده. وعم يدرس عادل إمام موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص، ونفت المصادر كمان إصابته بحالة اكتئاب بسبب الحجر الصحي. تراجعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تلقيها لقاح فيروس كورونا بسبب اللي صار مع الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام اللي أخذ اللقاح وقت إصابته بالفيروس. ونشرت مي صورة إلى على صفحتها الخاصة وعلقت: كان من المفترض بلش بالتطعيم لفيروس كورونا، وكنت شجع الناس إنه ياخدوه، وبعد اللي صار مع المرحوم مشاري البلام قررت ما الطعام. نشرت عرضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد على صفحتها الخاصة صور إلها حاطة فيها المصل بإيدها، وكشفت عن صعوبة تعايشها مع المرض. وكانت انصابت بيلا وخيا أنور وإمهم بسنة 2012 بمرض اللايم، وصرحت بيلا بالفترة السابقة إنها بتعاني من عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات المزاج وآلام المفاصل والتعرق والغثيان وصعوبة التنفس والصداع والقلق. كان معكم بموجز الفن علي صولي. لتعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.